أعزائي المشاهدين في كل مكان، مساء يتجدد معكم في حوار مفتوح، أهلا بكم. حلقتنا النهاردة عن صلب بناء الأسرة، وصلب بناء الأسرة هو الرجل. ربنا قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة، لكن اللي بيحصل في الأيام دي ومع تزايد حالات الطلاق بنلاقي عدد كبير من الأزواج والزوجات بيلجأوا لموضوع العنف، ويمكن العنف هو من أسباب الرئيسية لتفشي حالات الطلاق في المجتمع. سواء احنا هنتكلم هنا سواء العنف ضد الرجل أو العنف ضد المرأة، بس طبعا العنف ضد الرجل بيبقى حالات فردية في المجتمع بتاعنا، لكن الغالبية للمرأة، وده يمكن اللي خلى في فكرة قانون بيناقش حاليا في مجلس النواب لوضع ردع لهذا الموضوع المتفشي حاليا. وما كناش نسمع قبل كده بصراحة عن حدة ان الراجل يضرب زوجته ولا ست تضرب راجل، ما كناش نسمع قبل كده. فهل في تغيير في القناعات بتاعت الناس؟ هل الأخلاق اتغيرت؟ هل يعني في أسباب كتيرة وصلتنا أكيد للموضوع ده، وده اللي هنناقشه معانا ومعاكم النهاردة مع ضيفي اللي مشرفنا في الحلقة، أستاذ الدكتور محمد مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة الوطنية أليكس للتنمية والدراسات وخبير التدريب الدولي. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير على حضرتك وعلى النور. كل مشاهدينك. حضرتك بتطرحي موضوع في منتهى الجمال، وكلنا معنيين بالاسره، لكن هختلف مع حضرتك في بدايه البرنامج في نسبه الرجاله اللي بتنضرب. يمكن حضرتك بتناقشي القانون في مجلس النواب اللي هو متعلق بضرب الرجل للزوجه. في احصائيه طلعت من المعهد القومي للدراسات الاجتماعيه 2018، يعني من 3 سنين، بتقول ان من 60 ل 66% من الازواج بيتضربوا، ودي نسبه خطيره جدا. طب اذا كنا بنتكلم على 86% من الزوجات بتنضرب حسب الاحصائيه وحسب الدراسه اللي متقدمها لمجلس النواب، فالنسبه برضو، فده بيدخلنا في حته ثانيه خالص، بيدخلنا ان في خلل في التكوين الاسري حاصل، وده مش وليد النهارده، لا ده وليد مشوار طويل قوي. فتحت امرك طبعا اطرحي زي ما انت عايزه، هنتكلم مع بعض في الموضوع لان الموضوع يهمنا كلنا، لان هو بناء الاسره في الاخر هو بناء للمجتمع، هو المجتمع بالكامل مجموعه اسر، يعني هي اللبنه الاساسيه للمجتمع هي الاسره. فخلينا نتفق مع بعض ان اصلاح الاسره هو اصلاح للمجتمع. بالظبط يا فندم، واستأذنك نطلع تقرير جاهز معنا وان شاء الله نرجع لكم بعد التقرير، استنونا. على فكرة بيتك حلو قوي، يا رب تتهني بيه انت وعريسك. حطيه في عينيكي، اوعي تعلي صوتك عليه، الراجل بيحب حاضر ونعم، ولو عملتي غير كده هتبقي مش فاهمة، خليكي زي امك. اقرب طريق للراجل معدته، هاتي له عيال اربطيه بيكي. ايه اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انتي اتجننتي؟ عايزة تشتكي على جوزك في الشرطة وتفضحينا؟ عيب يا بنتي، بقى عندك عيال. كل الإهانة والضرب اللي بيعملوا فيكي وساكتة، حرام عليكي، حرام عليكي نفسك وعيالك، لازم تتكلمي، لازم تشتكي. ضربها، حبسها، رماها في الشارع، منعها من الخروج، أهانها بألفاظ جرحة، كلها أخبار كل يوم بنشوفها ونسمعها في كل السوشيال ميديا، وبتزيد رغم التقدم والتكنولوجيا اللي ما قدرتش تعمل لنا لقاح ضد العنف. وسواء العنف مصدره راجل أو امرأة، هو في الآخر عنف،
والسبب الحقيقي وراء أي عنف هو عدم تقبلنا لبعضنا البعض في بعض الأحيان، لأننا ببساطة نسينا نفتح باب مهم ساعة الاختلاف، وهو باب المودة والرحمة اللي المفروض على كل زوج وزوجة يفتحوه وقت الاختلاف. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنكمل كلامنا حوالين موضوع ضرب الزوجة. ويعني السؤال اللي دايما يعني بيطرح في الموضوع ده، هل في ناس بتحب ان هي تفرض ظهورها وتحب تفرض يبقى عندها حب الزاد بانها تلجأ لحدة العنف، فهل ده ممكن يعني نقول ده هو ده السبب من وراء الاسباب ان هو يبقى فيه عنف ضد الزوجه؟ يعني اتصور ان ده خلل في مفهوم الرجوله. ده خلل في مفهوم الرجوله، لان الرجوله قوامه. يعني هو ربنا شرع لنا في الرجوله القوامه. والقوامه مش تشريف، القوامه تكليف. القوامه يعني الرعايه، الرعايه الماديه والنفسيه والامان، ان الرجل يبقى عنصر الامان، هو الملجا للزوجه، هو درع الزوجه. ده القصد فيها، ده قصد الرجوله اللي هي بتدي القوامه. فما ينفعش الزوجه اللي المفروض متجوزه راجل يحميها يبقى هو اللي بيخوفها وبيسبب لها حاله الهلع. ده خلل في مفهوم الرجوله. الرجوله احتواء، يعني الرجولة الحقيقية احتواء. عشان أثبت وجودي بالضرب أو بالصوت العالي يبقى أنا عندي خلل في مفهوم الرجولة. طب يا فندم، هاي ممكن العنف ده يعني بيخلي الزوجة تتحول برضو لنوع من أنواع العنف وممكن ترد للدفاع عن نفسها؟ نبقى دخلنا في عركة، مش في حياة، مش بالزبط. في حياة نبقى دخلنا في عركة. لو إن هو هيبتدي يستعمل العنف ويستعمل عضلاته وهي هتستعمل القوة، طب الجيل بتاعنا، المنتج بتاعنا، ولادنا هيطلعوا عاملين ازاي؟ يعني بالله عليكي لو بنت شافت ابوها وهو بيتضرب هتطلع عامله ازاي؟ لو ولد في عز المراهقه كده شاف امه وهو بتتضرب ومش عارف يحميها هيطلع هو عامل ازاي؟ المنتج بتاع الاسره اللي احنا المفروض كلنا بنتجوز علشان نعمل هذا الكيان، المنتج بتاعي في الاخر هيطلع عامل ازاي؟ ده هو ده السؤال. مش قضية فردية ان راجل يضرب مراته، طب وبعد كده الجيل اللي طالع، التمن المدفوع. احنا محتاجين ان احنا نعالج كتير، وده دورنا كلنا، دولة واعلام ومدرسة بس قبل كل ده دور البيت. ازاي اربي راجل يطلع راجل بجد، وازاي اربي بنت تطلع ست بجد. نرجع لمعاييرنا الحقيقية، ان الراجل راجل والست ست. حضرتك طرحت نقطة مهمة جدا وهي الأطفال. الأطفال دايما هي اللي بتدفع الدم. تأكيد. بس عايزين نعرف إلى مدى التأثير، يعني مدى التأثير اللي ممكن يعني الأطفال دي بتتأثر بيه. حاجة من اتنين، يا هيطلع عنده مرض نفسي ظاهر قابل للعلاج، يا هيطلع عنده عقد داخلية هيمارسها على الآخرين وهيمارسها في حياته وهيمارسها في مجتمعه وهيمارسها في الشغل، وهيطلع عنده خلل وماهوش ظاهر للعلاج، فانت كده بتدفعي ثمن أجيال مشوهة. عشان كده النهاردة احنا اللي حصل، احنا أسر الأسرات بتاعتنا سلة القيم بتاعتها جميلة، لكن ابتدت تظهر ظواهر غريبة وابتدينا نسمع اكسبريشن وتعبيرات في منتهى الغرابة، التحرش والتنمر واللي كل ده نتاج ايه؟ هو نتاج اجيال طالعة من اسرة مشوهة. الاسر الجميلة بتطلع لنا ابطال وبتطلع لنا علماء وبتطلع لنا ناس صالحين في كل المجالات، عامل فني، بتطلع لنا ناس جوال في كل حتة. الاسر الصالحة، الاسر اللي فيها الخلل ده هي اللي بتطلع لك النماذج اللي حضرتك بتسمعي عليها النهاردة، وده الأولى بالرعاية. يعني ده الأولى بالرعاية، إن احنا نشوف إزاي نعدل هذه المنظومة ونرجع للأسرة بتاعت زمان. حقيقي فندم، يعني طب هل عنف الزوج ضد زوجته مبرر ليها للوقوع في الخطأ؟ لا أتصور لا. هو ممكن يبقى مبرر لرد فعل تجاهه، يعني يبقى مبرر لرد فعل تجاهه، لكنها تقع في الخطأ يبقى عندها خلل في الشخصية. والله حضرتك هي المفروض انها ما بتقعش في الخطأ لانها بتحترف ذاتها.
بالظبط حضرتك. لكن لو هو ده مبرر لا هي كانت بتتلكك عشان تغلط، ده موضوع تاني بقى، ده حلقه تانيه خالص يعني. طيب يا فندم، يعني دايما يقولوا كل فعل ليه اساس كان رد فعل. يعني لو قلنا العنف اللي بيمارسه الزوج ضد يعني ضد زوجته، هل مثلا بيكون مصدره دايما او في الغالبيه الزوجه، يعني هي اللي استفزته عشان هو يقوم بالعنف ده؟ تعالي نتفق مع حضرتك على حاجه يعني. احنا دوله بتكتب قايمه جواز فيها بوتاجاز ودولاب وكرسي علشان يضمن حق الزوجه. طب ما تيجي نكتب مع بعض احنا لما نختلف هنوصل لفين؟ سقف الخلاف بتاع، طول ما احنا بنحب بعض وبناكل وبنشرب وبنضحك احنا جمال، لكن ساعه الخلاف هيبان. خلينا نوصل نحط لبعض نكتب كده ونقعد نتفق مع بعض ان سقف الخلاف بتاعنا هيبقى ايه؟ ساعه الخناقه لما هنقع في بعض هنوصل لفين؟ هنوصل للاهانه؟ هوصل للتجريح؟ هوصل للمعايره؟ هوصل لان انا مدي ايدي؟ نتفق عشان اللي يتجاوز لما نتصالح نقعد نعاتب، يبقى عندي مرجعيه. احنا محتاجين ان احنا نبني الاسره صح، يبقى الراجل هو بيتجوز عارف هو بيتجوز ليه، وتبقى الست وهي بتتجوز عارفه هي بتتجوز ليه. الموضوع مش موضوع روتيني ان انا اتخرجت يبقى هتجوز يبقى هخلف، الموضوع مش عمليه مش كده. احنا رب العالمين نزل شرائع عشان تنظم لنا العلاقات دي، لان ده اعمار في الارض، فالاعمار ده له مقومات. اتفضلي يا فندم. الطفوله يا فندم المليانه بالعنف والتنمر دي ممكن تولد لينا اشخاص يعني مليئه في بحته العنف، او بيبقوا دايما عندهم حته ان انا دي كلها يعني ربت لي فكره ان انا لا انا من صغري بيتنمروا عليا من صغري كذا، فخلت شخصيه غير سويه في الاخر. ممكن تلجا لموضوع العنف ضد الزوجه عشان يعني تفرد بقى يعني وجع السنين اللي هي شافته كله. خلينا نتفق مع بعض على حاجه، ان لو حصل تنمر رغم تحفظي شديد على ان احنا نبروز تعبيرات تنمر وتحرش، احنا حضراتكم كاعلام منوطين بان احنا عايزين نحيد التعبير ده شويه. لكن لو قلنا ان اي تنمر هيخلق عقد نفسيه هيبقى لها ناس تدفع الثمن، سواء هو زوجه سواء هو زوج سواء هو اب سواء هو، ما دام حصلت حاجات نفسيه هتعمل لي عقد نفسيه، رد فعلها بالتاكيد هيبقى سيء على المجتمع وعلى الاسره وعلى كل حاجه. لكن مش بالضروره ان الزوج اللي بيوصل للمرحله دي ان هو متعرض للتنمر، ومش بالضروره ان عنده عقده، هو ممكن يبقى عنده نقص في الشخصيه ما ترباش. يعني ايه رجوله؟ واخد بال حضرتك؟ الاصل في التربيه ان انا اربي راجل، الاصل في التربيه ان انا اربي ست، ده الاصل فيها. انت الزوجه يا فندم تقول لا انا تعبت ومش قادره استحمل كم العنف اللي انا بتعرض له. لو بدات المشوار بانها تردم على المشكله ما تحلهاش. دايما لما هيحصل ما بين زوج وزوجه مشكله، في اول مره هيقسى عليها، تاني مره يقسى، تالت مره يقسى، لحد في خامس مره تنكسر منه. لكن لو بنعالج مش هنوصل لده. لو انا في الاول واجهت انا ليا ايه وعليك ايه، واللي غلط يقول انه غلط، عشان ده بيتنا، عشان ده كياننا، احنا متجوزين. ده ما بيحصلش يا فندم، يعني في الغالبيه ما حدش دايما بيبرر افعاله، او ما حدش بيحب فكره الاعتذار للاخر. احنا مش عايزين اعتذار، مش عايز اعتذار، بس عايز نعدل. واخد بال حضرتك؟ ما لم نعدل مش هنتطور ومش هنوصل للصح. لكن طول ما في تراكم للمشاكل، وطول ما هي الست بتسكت، او طول ما الست بتغلط والراجل بيسكت بنفس القدر، الاثنين لو بيسكتوا هتتفاقم المشاكل لحد ما توصل بقى ايه؟ انها تشتكيه وتدخله السجن، او يشتكيها ويدخلها السجن. ده وهو ده اللي احنا مش عايزين نوصل له. هو فكره العند برضه يا دكتور، كل واحد بيعاند، يعني كل واحد شايف نفسه الصح. يعني انا شايفه في النقطه دي انا ما غلطتش فيه، وهو برضو شايف ان هو ما غلطش فيا، فكله بيركبهم دايما العند، والعند ده دايما هو اللي بيبقى سبب. وفين الموده والرحمه؟ دي اللي احنا قلناها في البدايه، هي اختفت. رب العالمين بيقول وخلقنا من انفسكم ازواجا، مش لانفسكم على فكره، من انفسكم. ايوه وخلق حضرتك لو عشتي مع هذه الكلمه
كثيرا هتعرفي ان فين فين. مش هو ده اللي احنا مش متجوزين عشان نعمل منظر اجتماعي او اطار اجتماعي، احنا متجوزين للاعمار الارض ان احنا نعمل اسره وننجح ويبقى عندنا احلام واهداف ونتعب وننجح وعندنا مشاكل وبعد المشاكل نعدي المشاكل ونحط ايدينا في ايدين بعض ونقول مبروك ونجحنا عديناها. هي دي الحياه. وهو ده الكلام الجميل اللي احنا لازم نشتغل عليه. احنا مش عايزين نشتغل على العنف ونبروز العنف ونبروز، لا انا مش عايز ده خالص. احنا محتاجين ان احنا نطلع النماذج الحلوه نبروزها عشان نبقى زيها، ده اولى. طب هو في مشروع قانون دلوقتي يا فندم بيناقش في مجلس النواب حوالين موضوع ضرب الزوج لزوجته، وتم يعني تقريبا هما حاطين من ثلاثة لخمس سنوات سجن وجوبي. ايوه. خليني اسال حضرتك ايه الابعاد الاجتماعيه ورا لو القانون ده اتنفذ فعلا، ايه الابعاد الاجتماعيه بتاعه؟ يعني حضرتك عايزه تقولي لي ان في قانون طالع عايز يطلع ان يا الحب يا الحبس؟ يعني في حاجه هل ممكن حياه تستقيم ما بيننا يا الحب يا الحبس؟ اتصور ان ده مش استاذن حضرتك معايا اتصال. الو الو مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي انا عايزه اشارك معاكم في موضوع الحلقه. اتفضلي يا استاذه. اهلا بضيف حضرتك واحنا مبسوطين جدا من برنامج حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا شايفه ان العنف اليومين دول زاد قوي من طريقه الـ الـ الافلام اللي بتتنشر في التلفزيون بتحث عن العنف، وافلام اللي هي ازاي الطفل بيتصرف بشده وازاي يبقى في عنف اسري وازاي يبقى في حاجات من دي. انما كان زمان ايام ابهاتنا وامهاتنا اللي هم دلوقتي ناس كبيره في السن كانوا بيعلمونا ازاي نتعاملوا مع زمايلنا لو حصل منهم حاجه او تصرف غير لائق، كانوا بيرجعوا يعني ايه ازاي يقومونا ازاي نتعاملوا معاهم، ما نتعاملش بالايد ما نتعاملش بالرجل، لا احنا نتعامل بالاسلوب الحسن وبمعامله الرسول عليه الصلاه والسلام. وازاي كان بيتصرف معانا ان مثلا احنا لو قابلنا الموقف ده نتصرف ازاي، لو الموقف ده نتصرف ازاي. يعني انا والدي مثلا لو كان حصل مني حاجه مثلا او بتاع كان هو اللي بيرضعني ان ده غلط وده صح وكده. لا دلوقتي لا، الاب مثلا يلاقي ابنه مثلا بيتضرب، لا انت ازاي اتضربت وسكت، لا روح واضربه وخد حقك وازاي تسكت وازاي تعمل. فده بيعلم الطفل ان هو يبقى عنده عنف ويبدا يبقى عنف في المدرسه، يكبر يبقى عنده عنف في البيت، يتصرف مع زوجته برضه بنفس الطريقه. ما عندهوش ان هو يقدر يفصل بين اللي اتقال له زمان ان هو ياخد حقه ازاي وبين الحياه العامه. فهماني حضرتك؟ فهماني. بشكر حضرتك أستاذة دعاء. ويعني هي فكرة إن فعلا من البداية الأب بيقول لابنه لو حصل دلوقتي يعني في الأغلب لو حصل لك حاجة اضربه، لو حصل لك كذا، يبقى أنا بولد حتة العنف. وكمان الألعاب الإلكترونية اللي منتشرة كلها بتولد فكرة العنف من الطفولة، فأصبحت الموضوع ده العنف مستمر معاهم لغاية ما يكبروا. فوارد جدا يبقى يعني يندك عندنا مجتمع وأشخاص هي أصلا بالأساس هي تربت على فكرة العنف. كلام جميل. وخليني أخد من صل المتصلة الكريمة إنها قالت الإعلام. الإعلام فعلا أفسد كثير من مقاومات الأسرة وأفسد كثير من سلوكياتنا كأسر. ولازم يبقى عندنا الوعي إن أنا مش كل استقبله من الإعلام يأثر فيا ويأثر في وجداني. إذا ما كناش قادرين إن احنا نغير الإعلام ونغير لغة الإعلام، احنا نقدر نغير في أنفسنا ونقدر نبقى جاهزين إن احنا ما نستقبلش الكلام ده ويأثر فينا وفي ولادنا وننتقل لولادنا اللي يتفرجوا عليه. لأن فعلا الإعلام خطير. والسوشيال ميديا، حضرتك اتكلمتي على الجيمز لكن بنتكلم على السوشيال ميديا عموما، ان السوشيال ميديا كلها بتدمر حاجات كتير وبتلعب في حاجات كتير وبتدخل لنا افكار كتيره غريبه علينا. لا احنا محتاجين نعمل الحمايه دي كامله، وده محتاج وعي قوي من الاسر ومن من الاعلام ومن المدرسه ومن دور العباده. محتاج الموضوع محتاج رؤيه كامله عشان نقدر نوصل لده. رجوعا يا فندم للسؤال اللي كنا بنطرحه قبل الاتصال اللي هي الابعاد الاجتماعيه
للقانون اللي بيناقش في مجلس النواب. خلينا نقول بس ايه، ان الزوجه دلوقتي اتضربت ألميا وراحت تشتكي عشان تدخل جوزها السجن. مين اللي هيشهد؟ ما هو بالتاكيد ما ضربهاش في الشارع، اكيد ضربها في البيت. يعني الاولاد هيروحوا يشهدوا على ابوهم. طب يا راجل يا ترى هو الراجل هياخد 3 سنين سجن ويطلع يكمل في حياته ويقولوا له يا بابا؟ ابدا. يبقى ما تسالينيش بقى على اي نتائج، احنا ما دام وصلنا لده يبقى الاسره دي انهارت، يبقى الاسره دي خلصت. ما دام وصلنا لكده الاسره دي ما بقتش اسره سويه. لا ده احنا عايزين ندور بقى على علاج نفسي للاولاد، وعايزين ندور على رعايه للزوجه، وعايزين ندور على اللي يصرف على الزوج في السجن. الموضوع مش كده خالص. الابعاد الاجتماعيه، يعني قبل ما نطلع القانون يا ريت ندرس الابعاد الاجتماعيه، الاثر على الزوجه نفسها، الاثر على الزوجه نفسها، انها هتبقى في نظر المجتمع دخلت جوزها السجن، رغم ان هي ممكن تكون في الاول هي اللي استفزته وبوظت اعصابه لحد ما مسك الطفايه رماها بيها. بالظبط. تمام. بس هي دخلته السجن، ده هي في نظر المجتمع مش حاجه جيده. الاولاد امهم دخلت ابوهم السجن. احنا دخلنا الراجل نفسه بعد ما يطلع من السجن اتسجن وطلع هيشتغل فين؟ انت عملتي مشكله في المجتمع كله. يعني الام الزوجه والزوج والاولاد بقى في حاله ضياع. احنا مش عايزين نوصل لده. احنا عايزين نعالج عشان ما نوصلش لده. احنا عايزين نهيئ الاسر انها تلعب دورها الرئيسي في البناء. مش دورها مش ان انا بوصل لاخر حاجه ان اللي يضرب مراته يخش السجن. اللي يضرب مراته مش راجل في الاصل. في خلل. يعني في خلل. اللي هيمشي كلمته على مراته دايما في الاحصائيه بتقولك ان اغلب الرجاله بتضرب ستات عشان ما بتسمعش الكلام. هي لو ما سمعتش كلامك ومقتنعه بشخصك يبقى الخلل فيك مش فيها. وهو فندم كمان يعني الضرب يعني ده بيبقى اخر وسيله في وسائل التاديب. يعني بتبقى مثلا الاول بيتكلم بالكلام الحسن او باللين مرة واثنين وثلاثة، ما جابش نتيجة يبقى يهجرها، ما جابش نتيجة يبقى آخر وسيلة الضرب. لكن اللي بنشوفه هختلف مع حضرتك بس معلش عشان الكلام يتاخد كده على البرنامج، وانا البرنامج جاهز عليا. الكلام ده في الشرع له تأويل تاني كتير خالص. يعني في بعض المذاهب ممنوع الضرب على الإطلاق. لأن كلمة ضرب مش بمعنى الضرب، لا مش الضرب حضرتك. فعشان كده مش الضرب المؤذي يعني على الإطلاق. خبر حضرتك الموضوع مش كده خالص. الموضوع ما نوصل لحكم من اهله وحكم من اهلها، ما نوصل لطرف من هنا وطرف من هنا، ما نوصل ان يبقى بدل ما نعمق العقوبه. يعني احنا من اول العتاب والهجر، بدل ما صعد العقوبه معمق الحوار، عمق فكره الحوار. هو انا لما اختلف مع مراتي وعاقبها هو ده العلاج، ولا ان انا اقعد واعمل معاها حوار هو ده العلاج؟ اتصور ان الحوار هو العلاج. طب حضرتك تنصح بايه؟ نصيحه اخيره حضرتك توجهها للزوجات والازواج. تمام. هرجع خطوه للخلف واقول قبل ما يبقوا ازواج وزوجات الاختيار مهم جدا. الاختيار مهم جدا. انا بختار مين؟ انا بستأمن مين؟ سواء راجل بستأمن مين ان انا اديله اسمي كزوجة، وهي أنا بستقبل مين أديله عمري كراجل يحميني ويخاف عليا ويبقى قيم بجد عليا. الاختيار في الأول، وبعد كده يبقى في حوار ما بيننا. بشكر حضرتك أستاذ الدكتور محمد مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة الوطنية أليكس للتنمية والتراصات وخبير التدريب الدولي. متشكرة جدا يا فندم على اللقاء، وعلى وعد بلقاء جديد من حوار مفتوح مع الأستاذة سحر شوقي الحلقة المقبلة. انتظرونا ودمتم في رعاية الله.